ولا احنا عندنا دوبل اوبجيكتيف قاعدين نعملوا في جمعيه كومبيتيتيف قاعدين لانسيو في برشا صغار دا الكلوب وقاعدين زينا نلعبوا على التابلو زوز معناها ان شاء الله نلعب مازلنا موجودين ان شاء الله في الكوب مازلنا ما بديناش في الكوب والبطوله ان شاء الله نكملوا في الاربعه الاولانيين باش نوصلوا ان شاء الله في فورما ونعملوا ديمي فينال ان شاء الله باه نلعبوا على حظوظنا الكل يعني الحظوظ بالنسبه لفرع كره اليد مازلت موجوده سورتو لي تابلو وان شاء الله كان ترشحنا كان شاركنا في البطوله العربيه نحاولوا نهزوا تيتر تاع البطوله العربيه زاد وفي الظروف هذه معناها واحد ديما يلاوج دي سورس دي موتيفاسيون باش فماش ما خير من الربح يموتيف الاولاد ويقعدوا ديما كونسونتري على الماتش اللي بعده تو الاوبجيكتيف نتاعنا ما نخسروا حتى ماتش كل ماتش معناها نحسبوه كانوا ماتش كوب على العثرات اللي عملناها معناها بعد التريف يلزمنا نصلحوها ويلزمنا نكملوا ونترشحوا للديمي فينال هذا الاوبجيكتيف ان شاء الله ان شاء الله الجمهور نتاعنا يمن بالصغيرات هذوما تعرف اللي احنا حتى الخسائر اللي خسرناهم جات ظروف معينه ثلاثه مرضى وزوز بليسي مازالوا ديجا متغيبين علينا ثلاثه جوارات دون اسكندر اللي خرج يعني كنا روحنا وبليجين نطلعوا من الجونيور وعندنا ثلاثه ولا اربعه صغار من الجونيور قاعدين ندزوا فيهم والاكيب تولي معامله على الاولاد نتاعها خير كي نخسروا ماتش نربحوا شالا جوار كيما شفنا في الدربي اللي فات ما نخسرنا ظلم والاربيتر خرجنا من اللعبه لكن ربحنا معاذ ربحنا سيف ربحنا خالد هذوما اولاد بريمارياني سنيور اللي من شانهم معناها غدوه يكونوا هما الركائز نتاع الافريقي وكيما اليوم زاد ما قصرش سيف وما قصرش معاذ وخالد فما على مصطفى مضروب شالا يرجع رامي مضروب ابراهيم مضروب هذوما الكل جي في وسط السيزون ان شاء الله ما اثروش علينا برشا والعثرات اللي فاتوا ان شاء الله ما يتعودوش وما يضروناش في النيفو نتاع الريزلتا بقينا تو جمهورنا لازم يكون يمن بينا ويكون ملم ويقرب ويشجعنا ماذا بينا الصاله ديما معبيه وحتى في حكايه نتاع ماديات معناها يدخل ويعاوننا حتى بالقصانه تسكر ويلزم الفرع يعيش من داخله معناها بجمهوره وبجواراته رغم الظروف اللي نتعداو بها الكل ديما نحاولوا نقعدوا عايشين وديما نحاولوا نقعدوا الجمهور نتاعنا ديما عنده امل انه فرع كره اليد يكون وفي للعادات والتقاليد نتاعهم ان شاء الله.